السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة طاروت سماء المحبة وقراءة طاروت مواليد برج الأسد. أبرز الأحداث القادمة في شهر مارس لمواليد برج الأسد، قراءة فنجان وطاروت تفصيلية باستعمال أوراق قراءة رموز الأحلام. وخلينا نبدأ بشكل مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تنسوش اللايك والشير. كارت الصدفة يا مولود برج الأسد نازل عندك في كروت الدافع، يعني بيدل على رغبتك الفترة القادمة في اكتساب راحة البال أو المشاعر الهادئة أو الانسحاب من المشاكل. شايف ككارت حدث في الواقع، والحدث ده هيبدأ عندك يا مولود برج الأسد خلال أول الأيام في الشهر القادم، بداية من يوم 5 ليوم 9 في شهر مارس. هيكون حدث أوقات سعيدة أو حدث في أمل أو حدث سعيد كنت بتنتظر حدوثه، وفرصة جديدة كنت بتنتظرها لحل الكثير من مشاكلك اللي بتواجهها. نقدر نقول في علاقة أو رابطة قوية بينك وبين أشخاص بيثيروا غضبك، يعني أشخاص قد يكونوا من الصعيد العائلي عندك أو قد يكونوا قريبين جدا منك، ولكن الأشخاص دول في غضب شديد بينك وبينهم وفي زعل شديد، كأنكم في حالة صراع أو في حالة حرب. الدافع بتاعك هو الحفاظ على الحدود، يعني الدافع بتاعك إنك أنت عايز تعمل مسافة بينك وبين الأشخاص دول وتبعد وجودهم عن حياتك. شايف تحقيق استقرار، وصول لأفاق جديدة، واستقرار أكثر في شجرة العلاقات عندك بعد خروج الأشخاص السامة دول. نقدر نقول إنك أنت النتيجة بتدل هنا عندك إنك أنت ممكن تتعرض لإساءة استعمال السلطة في شهر مارس من قبل الأشخاص دول لو كان ليهم سلطة عليك على الصعيد العائلي أو العاطفي، ولكن هيكون عندك دافع إيجاد الحلول أو إنهاء الخلافات. بقولك حتى رغبتك انسحابية ببعض الأوقات، عارف أنت اللي سايب كل حاجة على ربنا، بيقول اللي يكسب يكسب، اللي يظلم يظلم، اللي يحمل يشيل، ده اللي أنت ماشي بيه مولود برج الأسد. يمكن ده اللي هيخلي عندك حياة خالية من الهموم، هيخلي عندك استعادة مشاعر الشباب، استعادة سعادتك. نقدر نقول انك انت عملك الصالح او كرمتك يا مولود برج الاسد مش قليلة. نقدر نقول انك انت يعني انت رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. شايف الدافع عندك هنا انك انت بتمثل نفسك، لو الاشخاص سيئة فالاشخاص سيئين لانفسهم وبيمثلوا انفسهم، انما انت شخص مستقل بتمثل نفسك وبتحافظ على ظهورك الخاص اللي انت رسمه لنفسك واللي انت حابب انك انت تظهر او تبان بيه. دفعك اكتساب ثروتك او ممتلكاتك الخاصة والحفاظ على حياتك، وشايف ان هيكون في نجاح في الوصول للامر ده او استجابة الدعوات ووصول الاهداف ديت عندكم بكل بساطة الفترة اللي جاية. ممكن تكونوا بتبحثوا او بتحاولوا تجدوا حلول للكثير من المشاكل اللي بتواجهوها، بتخططوا للمستقبل وبتحاولوا تحلوا مشاكل كتير وهتتمكنوا من حل مشاكل مستقبلية، كتير منكم هيحل مشاكل ممكن يقابلها في المستقبل او هيتجنبها، وشايف ان كنتوا هتلاقوا الطريق للسعادة الخاصة بيكم في شهر مارس وتحديدا في منتصف الشهر،
وهيكون في تدخل من شخص صاحب سلطة أو ذو قوة رائعة وسلطة رائعة لمساعدتكم خلال الأيام الأولى من شهر مارس وحتى النصف الثاني من الشهر، ومتوقع في النصف الثاني من الشهر يكون في تحقيق أمنية كنتوا بتتمنوها طوال الفترة اللي فاتت. وظهر هنا كارت الخنجر اللي بيدل على ان كنتوا يعني الأمنية دي هي كارما في حد أذاكوا او في حد ظلمكوا او في حد خانكوا او في حد سعى لخراب حياتكوا، وشايف تغيير عجلة الحظ بالنسبة لكوا جاي بانتصار على الصعيد العاطفي واستقبال هدايا ووفرة مالية، وجاي بترتيب الأوضاع والأولويات في حياتكم وانتهاء العديد من المشاكل. وضعكم للأهداف في الشهر ده من أهم الحاجات، وشايف إن كنتوا بتحققوا كتير جدا من أهدافكم اللي كنتوا واضعينها في الشهور الماضية. يعني اللي شايفه قدامي إن انتوا عاملين زي النار المشتعلة، طول ما انتوا عايزين حاجة مش هتتنازلوا عن اهدافكم في الوصول ليها ومش هتبطلوا تفكير فيها لحد ما توصلوا لها، ويمكن ده اللي مكنكم من الوصول لاشياء كتير كنتوا عايزينها وتحقيقكم لخيبة امل اللي راهنوا على فشلكم او كانوا بيحاولوا ان هما يعني يؤذوكم. في علاقات سامة كتير جدا في حياتكم في شهر مارس، العلاقات ديت ممكن تكون بتزعجكم أو ممكن تعللكم الضغط أو ترهقكم، وشايف هنا إن ينبغي ترك هذه العلاقات أو العمل على إنهائها، ينبغي فقدان هذه العلاقات عشان تستقر حياتكم أكتر. الأوقات مضطربة، في خطر في الأجواء ومشاعر وعاصفة، والأوقات غير هادئة بالنسبة للمكاسب المالية اللي هتحققوها في شهر مارس، يعني من المتوقع تحقيق مكاسب مالية تثير عليكم الكثير من الطامعين أو أعداء النجاح. احذروا من هذا الشهر جيدا، واحذروا من الأشخاص اللي حذرتكم منهم. تعالوا نشوف الفنجان. بسم الله. الحالة النفسية مش سيئة، يعني بالنسبة للحالة النفسية مش شايف ان هي سيئة، شايف ان بتكون سعيدة جدا في الوقت ده. وكمان ظاهر رمز البلوط اللي بيرمز لنمو الاحتمالات السعيدة او الاوقات الجيدة، ثمرة البلوط اللي بترمز لنمو الاحتمالات السعيدة او الاوقات الجيدة اللي انتم ممكن تقابلوها في الشهر ده. حتى ان في سيولة مالية، يعني شايف معاك سيولة مالية وشايف وافرة، بس يمكن في الايام الاولى من الشهر رغم ان هي بتعلن عن ايام تحول جذري في حياتك وتغييرات في حاجات كتير، الا ان متوقع خلال اول يومين من الشهر، يوم واحد ويوم اتنين او يوم واحد بس، تكون الاحداث غامضة نوعا ما لحد ما تتضح لكم رؤية في يوم اتنين. متوقع برضو تكون الأحداث اللي بتمر غامضة أو غير واضحة في الوقت برضو من 29 أو من 28 ل 30 في الشهر، ومش هتقدروا تستشفوا إيه اللي بيحصل في الأوقات ديت. يعني هيكون الأحداث مليئة بالغموض في الأجواء من حواليكوا، والمؤامرات أو المكائد أو التحركات اللي قد تكون منها فيها خير وبتحمل برضو شر ليكوا في الأوقات دي. شايف استرجاع لذكريات كتير جدا، وشايف ان انتوا بتفتكروا مواقف بشكل مستمر بتخليكم في حالة من الشعور بالخذلان او الحزن او الالم. انكشاف اقنعة ناس كتير حواليكوا اظهر ليكم الحياة بشكل اكثر قسوة، مش سهل رغم ان الحالة النفسية شايف ان هي كويسة وفي سيولة، بس شايف ان كنتوا حالكم النفسية كويسة عشان انتوا اتعودتوا على الاوقات الصعبة، عشان انتوا مبقيتوش تحزنوا في الاوقات الصعبة،
عشان انتوا يعني مش معناه ان في وفي سيولة مالية، في وفرة، بس شايف ان انتوا الوفرة دي بسبب ان انتوا اتنازلتوا عن ايه، عن الحرب او النزاع. قد يكون في حدث وفاة في منتصف الشهر، وحدث الوفاة ده جاي ليكم بخير مالي أو بميراث أو بمبلغ مالي جيد، بس هيكون فقدان شخص عزيز عليكم. وظهر عندكم هنا رمز الفراشة، ظهر هنا دي في الأيام من يوم 22 ليوم 25، بيكون في تحقيق أمل أو نجاح كبير أو استجابة أمنية وحصول على سيولة مالية أكتر وحدث سعيد ووفرة وسعادة. يعني بصوا، يا قراءتكم بتحمل معنيين، إن انتوا تسامحتوا عشان تنهوا مشاكل ممكن يكون ليها علاقة بميراث أو ليها علاقة بعمل أو ليها علاقة بأمور مالية، والأمر ده هيتم بنجاح عندكم في شهر مارس، ولكن انتم مظلومين جدا في هذا الأمر. أتمنى تكون القراءة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجكم. شكرا ليكم، السلام عليكم.